السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة ربحك، عندنا معانا إثبات سحب جديد لموقع التعدين اللي احنا شرحناه قبل كده وعملنا له كذا إثبات سحب. الموقع ده زي ما انتم شايفين كده، أنا عندي 304 جيجا هاش السرعة، وكل يوم بسحب منه حوالي $1.20. موقع ممتاز جدا ومجانا بدون أي استثمار، بس انت عشان تقدر تربح منه لازم تشتغل على الاحالات. لو مش هتقدر توضح في الموقع، الموقع ممتاز وبيدفع. انا دخلت امبارح، بعت الصبح يا رب سحبت منه، والسحب جالي من شوية. السحب بياخد حوالي 12 ساعة. هنخش كده على التاريخ. انا كنت ساحب اخر كل القصة دي كلها سحوبات ليا من الموقع، كل دي سحوبات. اخر حاجة كنت ساحبها 1 روبل و24 سنت، وهو دخلت من شوية لقيت السحب جالي 1 روبل و22 بعد عمولة الباير اهو. وموقع من المواقع الممتازة، انصحكم بالشغل عليه. هسيب لكم رابط الشرح كامل اسفل الفيديو. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. واي استفسار سيبوه تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.